التكنولوجيا لما تقدم لنا فرص. برحب بشبابنا ضيوفنا في استوديو 16، مروة طالبة في هندسة، برحب بيكي جدا يا مروة، ومحمد طالب في التجارة، انتوا الاثنين في جامعة عين شمس. تمام، برحب بيكم جدا يا شباب. اهلا بحضرتك، اهلا بمستمعيك دكتورة نادي. بيتهيألي ان انتوا ادرى واقدر الناس ان انتوا تبقوا عارفين سوق العمل فيها ايه، لان انتوا بتبحثوا وبتدوروا احنا محتاجين ايه عشان نحقق لنفسنا فرص. بحثتوا ولا لسه؟ تمام، احنا بنبحث من خلال احنا يعني في نشاط طلابي دلوقتي بنساعد الطلبة من خلال حاجات كتير، يعني عندنا كذا بروجكت في السنة بنساعدهم ان نبقى مؤهلين ازاي لسوق العمل بعد ما بنتخرج. بتساعدوا الطلبة وبتساعدوا نفسكم؟ وبنساعد نفسنا طبعا، ان احنا شخصيتنا بتنمو اكتر لما بنشارك في الحاجات دي. محمد، غير كده يعني احنا بنحاول ان احنا نوصل الطلبة بالطريقة السهلة، اللي هو يعني احنا محتاجين بس حد، محتاج تتعلم، احنا عايزين بقى هنوصلك بالتدريبات، هنوصلك بالكورسز اللي انت محتاجها، هنوصلك بان احنا نقولك ممكن يعني تعمل ايه من نفسك، تحدث ايه من نفسك، انت اصلا مكانك فين. فده يعني ده كله كلام علشان تطور من نفسك، علشان لما تخرج لسوق العمل تلاقي نفسك حد كويس وحد قادر ان هو يتوظف في مكان ما يقلش عن حد تاني، يعني معوش مثلا مؤهلات او كده. يعني انت دورك بتعمل على تأهيل الشباب وانتو منهم لسوق العمل ببرامج اكتر تدريبية على تطوير المهارات الذاتية كلها، مش كده؟ بالظبط. مين بيدرب؟ يعني هل بتجيبوا خبراء من برا، هل اساتذة الجامعة، ولا انتو منكو فيكو؟ هو يعني احنا كلنا الموضوع احنا ACES The Annual Conference for Engineering Students، المؤتمر السنوي لطلاب هندسة. احنا كل شغلنا ان احنا المؤتمر السنوي لطلاب هندسة، وده خاص بهندسة عين شمس، لكن فتح المجال التدريبية لكل طلبة، لكل الطلبة. هو كان في بدايته كان لهندسة شوية، كان في ناس يعني بدأوا الموضوع من 16 سنة في 2004 بالضبط. كنا بدأنا البرنامج بتاعنا ACES، وكان وقتها 4 طلاب بس اللي بدأوا بالموضوع، وكان بيساعدهم معيدين في بداية الموضوع. بدأنا ان احنا نشتغل ان احنا عايزين نحسن من الطلبة اللي عندنا كويسين من حتة الشغل هندسة. طب يعني احنا كويسين، بس محتاجين يا جماعة ان احنا نحسن الحاجات بقى اللي جنبها. احنا السوفت سكيلز اللي عندنا عايزين نحسنها، عايزين نتكلم ان احنا نكون مناسبين لسوق العمل شوية، مش كل حاجة هي اللي هتكون تحدد ان انا حد قادر يشتغل في مكان كويس او مكان كبير الدرجة بتاعتي بس. يعني اكيد في ناس بتتميز بانشطة تانية، في ناس بتشتغل، انت عايز تزود وترفع الكفاءة مش بس الدرجات العلمية اللي في الكلية. يعني فدي كانت الفكرة من هنا، وبدأ في 2004 ACES. كان هدفنا، بدأنا بوركشوبس. الوركشوبس دي انا مبسوطة قوي ان انت عمال تقول بدأنا وانجزنا وعملنا، وانت داخل الجامعة اصلا من سنتين. فهل عندكم توثيق للأنشطة الطلابية من 2004 لغاية دلوقتي؟ فأنت عارف زمايلك اللي سبقوك قاموا بإيه وعملوا إيه؟ أكيد يعني إحنا عارفين ده، إحنا بنشتغل كل شغلنا، إحنا عارفين، لازم نكون عارفين ACES أصلاً، لازم نكون عارفين المكان اللي إحنا فيه. إحنا بنشتغل علشان إن إحنا المكان ده لو إحنا مش عارفين كل تفصيلة فيه، فإحنا مش هنوصل للناس كل التفاصيل اللي فيه. والمكان بتفاصيله انت بتبني على اللي فات. أكيد بتبني طبعاً على اللي قبلك، وكأنك عارفهم، لأنه أنت بتكلمني مثلاً لما دار بينا كلام عن تجديد الأنشطة وعن أنشطة 2019-2020، قلت لي أصل إحنا عندنا قاعدة البيانات كبيرة، فواضح إن أنتوا بتدونوا كل شيء. أكيد طبعا، كل معلومة وكل حاجة يعني إحنا بنوصل لها، دي بتبقى موجودة معانا من يعني إحنا من 2004، إحنا معانا كل حاجة يعني إحنا بدأنا بيها. وأصلا بيبقى في شغل لينا أول لما بنبدأ في ACES إن إحنا لازم نكون عارفين المكان ده، يعني دي حاجه كده لازم اللي هو تاريخ المكان، لازم تكون عارف تاريخ المكان ده، ولازم تشتغل على انك تعرف المكان ده بشكل اكبر. طب هل في لسه حد من 2004 لغايه دلوقتي متواصل معاكم؟ يعني في حد من مؤسسين الفريق متواصل؟ مروه، تمام. هو لما بيبقى في ايفنت او حاجه مهم بيجي ناس اللي هم من القدام بقى، الباشمهندسين الكبار بقى، بييجوا يحضروه، بيبتدوا كل واحد يطلع يتكلم هو عمل ايه، ويعني بيشجعنا اكتر من كلامه، لان انتوا بتشوفوا فعلا هو استفاد قد ايه من النشاط الطلابي ده. طبعا بنلاقيه استفاد، يعني بقى في حته تانية خالص، وبنشوف نفسنا هنبقى ايه لما نوصل للسن اللي هو يعني ده بيحقق لكم امل انه تحقيق الحلم ممكن. ما هو زميلكم اهو اللي كان في يوم من الايام قاعد مكانكم في سنه 2004 النهارده حقق حلمه. يعني ان شاء الله بعد الموجز